واحد بيقول احد خدام الشباب قال في كنيستنا ان الله سيحاسب الانسان على قدر معرفته. وطبعا في آية بتقول الذي يعرف اكثر يطالب باكثر. وحكاية معرفة الانسان داخلة طبعا في محاسبة الانسان. واحدة بتقول انا فتاة في المرحلة الجامعية وابي يمنعني من المؤتمرات والخروجات الروحية بحجة انه بيخاف علي. لما انت يا بنتي في الجامعة وبتشوفي ولاد وبرضه هيمنعك حتى من الكلية ولا ايه؟ اذا كانت مؤتمرات روحية يعني في رعاية الكنيسة ما فيهاش اي حاجة. يا ريت خلي والدك اشوفه ونتكلم معاه في الموضوع ده. واحد بيقول ما معنى الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة؟ يقصد بالحيوانات الطاهرة التي يمكن ان تقدم ذبائح ومحرقات، وغير الطاهرة لا يمكن ان تقدم ذبائح ولا محرقات، وليها شروط في الكتاب المقدس موجود. واحد بيقول عن الله في سفر التكوين تعب وفي اليوم السابع استراح. الله لا يتعب ولا ينام. ما قالش في الكتاب المقدس ان الله تعب. انتوا جبتوها منين دي؟ ما قالش. بيقول خلق العالم واستراح في اليوم السابع لكن ما قالش تعب. وكلمة استراح مش معناها انه كان تعبان. استراح يعني انتهى من عملية الخلق. والله ما زال يعمل وما بطلش عمل ابدا. والسيد المسيح بيقول ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. وحتى بعد ما انتهى من الخليقة ظل يعمل في رعاية الناس وفي انقاذ الناس وفي تعليم الناس وارسال الانبياء والناموس وفي معاقبة الخطاة زي الطوفان وزي سدوم وعمورة الى اخره. بتقول ما تفسير هذا التناقض؟ قد التناقض بالدال. لا ما فيش تناقض يا بنتي. ربنا ما قالش، الكتاب ما قالش ان ربنا تعب. حد بيسأل اسئلة بيقول ما معنى كلمة اللاهوت والناسوت؟ اللاهوت يعني إلهية الله والناسوت يعني طبيعته الجسدانية. كلمة كاتدرائية. كاتدرائية يعني مكان الكرسي الأسقفي أو البطريرك أو البابوي. من كاتدرا. ولذلك لا تطلق كلمة كاتدرائية على كل كنيسة كبيرة. اعتادوا الناس كل كنيسة كبيرة يقول لي كاتدرائية. لا، كاتدرائية تطلق على مقر الرئاسة الكنسية. أبروشية يعني مكان خدمة الأسقف. سؤال بيقول انا ندرت نذر للقديسة العذراء مريم منذ حوالي 15 عام، وهذا النذر هو عبارة عن خروف كل عام، وانا وفيت بالنذر لمدة 3 سنوات وبعدها توقفت لعدم قدرتي المالية.
وأنا الآن أستطيع أن أوصل هذا النذر دفعة واحدة، فأرجو إرشادي من دافعك. تعالي لي كل سنة وأديك ثمن الخروف وتقدميه نذر. سؤال واحد بيقول: متى نراك في أسوان كما وعدتنا؟ إن شاء الله لما نروح ندشن كنيسة الملاك مخيل ربنا يدبر المعاد. واحد بيقول: هل الإنسان الخاطي بعد ما يتوب عن خطاياه لابد أن يأخذ عقوبة أرضية؟ واضح في كتابات قداستكم لا، بعض الخطايا ساعات ربنا بيعمل عليها عقوبة لكن مش كل خطية. والمزمور بيقول: إن كنت للآثام رأس دم يا رب يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. وبنقول: كرحمتك ولك خطاياك. في بعض الأوقات في عقوبة أرضية لكن مش كل خطية عليها عقوبة أرضية. واحد بيقول: أنا طالب أدرس في العام الأخير من المرحلة الجامعية ومرتبط بفتاة عاطفيا، وأشعر دائما أنني لا أستطيع التخلي عنها، وهي أيضا ترتبط بي عاطفيا، ولكن الظروف غير مؤهلة، فماذا أفعل؟ لقد تملكني اليأس. طبعا أنت طالب في السنة النهائية عشان ترتبط بيها كزوجة لابد ان يكون عندك وظيفة وعندك شقة وعفش وشبكة وحاجات زي كده. فاذا كان ارتباطكم بعض شديد جدا انتظروا بعض لغاية لما تتخرج وتتوظف، وهي تتخرج وتتوظف وتساعدوا بعض. واحد بيقول: ماذا يقال للوالدين المتعجلين لتزويج ابنهم؟ وماذا يفعل هذا الابن علما بأنه يعلم جيدا ان من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب؟ امثال 18. المهم مش في الاستعجال، المهم بان يجدوا الزوجة المناسبة اللي يستريح معاها ويعيش حياة سعيدة كويسة. كم ان انا افهم ان الناس جايز يتحمسوا لتزويج الابنة لكن الابن يعني بيستعجلوا ليه؟ استنى ابن العيد لما تشوفه الصالح هو ايه.
واحد من مشاهدي ساد سيفن بيقول كم هي عدد السنين منذ خلق آدم حتى الآن؟ ربما حوالي 5000 قبل الميلاد و2000 بعدها، ربما. واحدة من مشاهدات ساد سيفن بتقول عندي شعور بالخوف من الموت، وهذا يجعلني غير قادرة على الصلاة، فهل أنا قليلة الإيمان وكيف أقوي إيماني؟ بينما اسمها إيمان هي كذبة. الخوف من الموت بيوجد عند كثيرين، لكن الاستعداد للموت يمنع الخوف من الموت. الاستعداد للموت يمنع الخوف من الموت. فإن جالك خوف من الموت استعدي بالتوبة وبالتكوين علاقة مع ربنا، وفي الحالة اللي زي دي مش هتخافي من الموت. بتقول فهل أنا قليلة الإيمان؟ لحكاية الموت ده ملهوش دخل بالإيمان. يعني ممكن أي واحد يموت في أي سن. ربنا يكون معاكم وما تخافيش. الذي يتضمن ألحان وطقوس الكنيسة الأرثوذكسية من البشارة إلى العنصرة سيعرض إن شاء الله يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر على مسرح الأندرويس هنا في الكاتدرائية، والدعوة عامة. وأنا رجعت الفيلم ده وقدمت له مقدمة، ونشكر الأخ المخرج اللي قام بيه. واحد بيسأل بيقول البابا كيرلس أبو الإصلاح، هل هو البابا كيرلس الرابع أم الخامس؟ لا، البابا كيرلس الرابع. بيقولوا ما هي الإصلاحات التي عملها؟ أهم ما عمله اهتمامه بالتعليم، ولعله أول من قام بتعليم المرأة حتى قبل ما تهتم مصر كلها به، وأنشأ مدارس وكان نشيط. بالنسبة ليهم الحاجات دي كانت حاجات كبيرة. بنت تشاينيز يعني الصينية بتقول I am your Chinese daughter صوفيا، وقالت اسمها. وبعد عبارات عاطفية بتقول My wedding day will be tomorrow. May God bless your wedding day in order to have a happy life with your partner.
واحد بيقول الاخوة مصوروا الفيديو يعملون ستارة كاملة امام قداستكم ولا نستطيع رؤيتكم. نرجو الاخوة بتوع الفيديو يزيحوا الستارة شوية. اسمعوا الكلام والا هنضطر نشيلها بالامر. بسرعه اتنين شمامسه يشيلوا الحاجات دي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اما آية تعزيتنا في هذه الليلة المباركة فهي قول السيد المسيح لتلاميذه اخر آية من انجيل متى: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ربنا صادق في مواعيده وأمين في رعايته، والمسيح فعلا كان مع تلاميذه ولم يتركهم، بل إنه حينما صعد إلى السماء قيل في إنجيل معلمنا مرقس 16:20 انه صعد وهم خرجوا وكرزوا في كل مكان والرب معهم يثبت الكلام بالايات التابعه. فكان معهم كل الايام فعلا، مش بس بعد قيامته ووجوده مع الاثني عشر او دخوله عليهم في العلية والابواب مغلقة واعطاهم السلام وسر الكهنوت، ومش بس قضى معهم 40 يوم يحدثهم عن الامور المختصة بملكوت الله، ومش بس في لقاءات اخرى، انما ايضا يقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. ده وعد الهي انه يكون مع المؤمنين باستمرار حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمه يكون هو في وسطه. ربنا بيكون معاهم بروحه القدوس الذي يسكن فيهم، وربنا بيكون مع الناس بنعمته العامله معهم
كما قال بولس الرسول: ولكن بنعمته أنا ما أنا. وبيتكلم على نعمة الله العاملة معه. برضو في نفس الوقت كان موجود مع القديس يوحنا الحبيب في المنفى في جزيرة بطمس. اهو ده منفي وتعبان، لكن ربنا كان موجود معاه وقابله وسلموا رسائل للكنائس السبع، بل أصعده ليرى العرش والملائكة المحيطين به. وفي الحقيقة سفر الرؤيا يعطينا فكرة عجيبة عن ربنا في وسط شعبه وإزاي هو يكون معاهم، كما رآه القديس يوحنا الرائي انه في وسط الكنائس السبع وفي يمينه سبعة كواكب هم رعاة هذه الكنائس. شوف ربنا موجود في وسط الكنائس ويمسك هؤلاء الرعاة بيمينه. وهنا تحقق قوله في يوحنا الإصحاح 10 اللي هو إنجيل الراعي: خرافي لا يخطفها أحد من يدي، لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. فهو راعي وموجود وسط الكنائس ووسط شعبه باستمرار، وسيظل وسط شعبه حتى في النهاية في أورشليم السمائية يكون موجود معه. الله في وسط شعبه وبيقول: حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. كل دي عبارات معزية عن وجود ربنا مع أولاده المؤمنين به. بولس الرسول على الرغم من أنه عاش في أخطار كثيرة بيتكلم بيقول بأخطار في المدينة وأخطار في البحر وأخطار من أخوة كذبة إلى آخره، على الرغم من كل هذا كان يشعر أن الرب موجود معاه، موجود في كلماته وموجود في محاكماته. موجود في كلماته إذ يقول يطلب الصلاة ويقول لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي، يعني حتى الكلام اللي كان بيقوله كان بيعطى ليه من ربنا. وفي المحاكمات كان بيعطيه ربنا نعمة كبيرة جدا لدرجة ان هو بيتكلم امام فيليكس الوالي، ارتعد الوالي من بولس وهو اسير امامه، واغريباس الملك قال له: بقليل تقنعني ان اكون مسيحيا. إذا كان ربنا موجود معاه في كل وقت على الرغم من الأخطار الكثيرة. من المناظر العجيبة جدا موجود وجود ربنا مع الثلاث فتية في أتوم النار. يعني ممكن ربنا يسمح بنار لكن لا يسمح للنار أن تكون لها أذية على أولاده. فكان موجود الثلاثة في أتون النار، وبعدين اللي بصوا قالوا دول محلولين مش مربوطين، ومعاهم رابع يشبه ابن الآلهة.
هذا الرابع اللي معاهم هو اللي حلهم من وثاقهم، وهو الذي لم يسمح للنار أن يكون لها تأثير عليهم، فخرجوا من أتون النار سالمين. صورة جميلة جدا تعطينا فكرة عن ربنا اللي بيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بل هذه القصة تتكرر في فلك نوح. تصوروا فلك نوح في 8 أنفس خلصت بالماء، نوح وزوجته وولاده الثلاثة وزوجاتهم، والفلك صاعد لفوق فوق الجبال وفوق المية، وهم محفوظون داخله. واحد من الآباء الروحيين الكلمة لطيفة، قال في الحقيقة الفلك ما كانش فيه بس 8 أنفس، لا، كان فيه التاسع الذي لم يرى. وهذا التاسع الذي لم يرى هو اللي كان ماسك دفة الفلك وقيادته لغاية ما أرساه بسلام على جبل أرارات. ربنا دايما موجود مع الناس. كل الأيام وإلى انقضاء الدهر كان موجود مع داود في حربه مع جولياط. مين يتصور ان العيل الصغير ده الاشقر مع حلاوة في العينين يقف قصاد ذلك الجبار اللي الرمح بتاعه زي نور النساجين؟ وداود كان شاعر بكده، قال له اليوم الرب يحبسك في يدي. ايه اليد الصغيرة دي اللي؟ قال له اليوم ايه ربنا يحبسك في يدي؟ وقال الحرب للرب، والرب قادر ان يغلب بالكثير وبالقليل. هي حصواية داود اتحطت في المخلاع، لكن اللي وجه الحصواية الى رأس جولياط كان نعمة من ربنا، لان كان ممكن تروح في اي حد. لما نقول الله معنا، ودي عبارة لطيفة، يعني الله معنا بقوته، يعني معانا القوة والمعونة والحفظ. مش ربنا معانا يعني كده مجرد كلام، لا، ربنا معانا في الحفظ. يقول الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك. ادي معنى ان الرب معنا. إليشع النبي لما كان الاعداء يحيطون بالمدينه وكان تلميذه جهز خايف، قال يا رب افتح عيني الغلام ليرى. ليرى ايه؟ ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. وفعلا لما ربنا فتح عيني الغلام وجد المدينة كلها محاطة بالملائكة الروحانيين. ما كانوش باينين، لكن هم من القوات التي لا ترى ولكن يرى عملها جيدا. ملائكة كتير حل حوالين الناس وهم لا يدرون ولا تدركهم حواس البشر.
ولذلك قيل عن الكنيسة انها بيت الملائكة. بنقول في التسبحة شيرت الكليسية ابقين تين انجيلوس، يعني السلام لك ايتها الكنيسة بيت الملائكة. ويقول الكتاب ملاك الرب حول خائفيه ويمجيهم، ويقول يوصي ملائكة بك لكي يحفظوك في سائر طرقك لئلا تعثر بحجر رجلك. تأكدوا ان في ملائكة حول البشر. ولما قول ربنا معنا قلنا معنا بقوته بحفظه، معنا ايضا بملائكة القديسين الحافظين وان كانوا لا يرون بالعين المجردة. كلمة جميلة قالها ربنا لملاك او راعي كنيسة فيلادلفيا في سفر الرؤيا. قال هذا يقوله الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح، ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلق. هذه قوة الايمان، انك تشعر في حياتك انك في ايد ربنا، ربنا هو اللي بيفتح ولا احد يغلق، وربنا هو الذي يغلق ولا احد يفتح، لكن من مرحمه هو جاعل امامك باب مفتوح ولا يقدر احد ان يغلقه. ولذلك قال لارميا النبي ها انا ذا قد جعلتك مدينة حصينة وعمود حديد واسوار نحاس، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب لانقذك. وهكذا قال لبولس الرسول تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك. اهو ده الحفظ الالهي، الحفظ الالهي للافراد وللكنيسة. اتذكر اني زمان سنة 46، يعني قيمة ما يقرب من 60 سنة، كنت قد كتبت قصيدة كم قص الظلم عليك، كم سعى الموت اليك عن الكنيسة. وبعد ما تكلمت فيها عن متاع الكنيسة قلت هو صوت ظل يدوي دائما في اذنيك، يشعل القوة فيك حين قال الله عنك ان ابواب الجحيم سوف لا تقوى عليك. فعلا في تاريخ الكنيسة ياما ارتفعت عليها ابواب الجحيم ولم تقدر، لان الكنيسة كانت ترفع وجهها الى الله باستمرار. وفي المزمور يقول ايه؟ رفعت الانهار يا رب، رفعت الانهار صوتها، ترفع الانهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي احوال البحر، ولكن الساكن في الاعالي هو اقدر. حقا الساكن في الاعالي هو اقدر، عشان كده بيقول في المزمور
يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك رضوات، أما أنت فلا يقتربون إليك. يقول لا أهملك ولا أتركك، يقول الرب. ويقول إن نسيت الأم رضيعة أنا لا أنساكم، قد نقشتكم على كفي، من يمسسكم يمس حدقة عليكم. قال لي يعقوب أب الآباء وهو هارب من يد عيسو أخيه، ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. ويقول داود في المزمور: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. أتذكر أن هذا المزمور كان موضوع تأملاتي سنة 69، وكان في فبراير أنا مسافر إلى لندن، وأتذكر أنني قلت المزمور ده بعد كده بقى كتاب مطبوع. قلت سافرت إلى لندن وسافر معي هذا المزمور. كان معي في القاهرة وكان معي في الطائرة وكان معي في إنجلترا، ثم كان معي فيما بعد في المحاضرة، وبعدين بقى كتاب. عبارة يستجيب لك الرب عبارة مشجعة وقوية وتملأ القلب بالاطمئنان. يوسف الصديق جات له تجارب كتيرة جدا، ده اخواته رموه في البير وباعوه عبده وانتقل لبلاد غريبة، والكتاب يقول عن يوسف انه كان ناجحا وكان الرب معه، وكل ما يعمل كان الرب ينجحه في يديه. صحيح اترمى كبير وصحيح اتباع كعب، لكن ربنا فضل معاه، فضل معاه في البير، وفضل معاه في العبودية، وفضل معاه في السجن، وفضل معاه لغاية لما نقله إلى المجد. صحيح ربنا قوي، والذين يعتمدون على قوة الله لا يخزون. وإحنا بنقول له دي في الثلاث تقديسات، والقدوس الله قدوس القوي لكي نطمئن إلى قوته. وبقوته إذا آمنت بها، يقول الإنجيل، كل شيء مستطاع للمؤمن. بيقول المزمور: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. والتاريخ يقدم لنا قصصا كثيرة كيف كان ربنا موجود مع الكنيسة، كيف حفظ الله القديس أثناسيوس الرسولي، حفظه من مؤامرات الهراطقة، وحفظه أيضا في المنفى، نفي 4 مرات، وفي كل مرة كان ربنا معاه وكان ينشر الإيمان في منفاه حتى أعاده سالما مرة أخرى. وحفظ الله الكنيسة أيام ديوقلديانوس
وأيام أريان وصالي أنصنع. وحفظ الله حتى الآباء المتوحدين وهم في البرية الجوانية، حفظهم من الوحوش وحفظهم من دبيب الأرض وحفظهم من محاربات الشياطين. الله في حفظه عجيب، الله في حفظه عجيب. صدقوني يا إخوتي وأخواتي، أنا ربنا بالنسبة لي مش مجرد الإله الموجود في كتب اللاهوت، لكن الإله الذي نلمسه في حياتنا يوما بيوم وندركه وندرك صفاته عمليا. ما أكثر عبارة أنا معك الموجودة في الكتاب المقدس حيث يقولها الرب، وما أكثر عبارة سلام لكم فليكن الرب معكم وسلامه سكن.